شوف، هل تتفضلون بتعريف الحد الفاصل بين الطمأنينة وغير الطمأنينة في الصلاة؟ ذكر الفقهاء رحمه الله أن الطمأنينة معناها أن يرجع كل عضو أو كل فقار إلى موضعه، هذه هي الطمأنينة. بارك الله فيكم. وما عدا ذلك فيكون الإنسان قد صلى غير مطمئن. إذا أسرع في أفعال الصلاة يكون غير مطمئن. نعم. ومن لم يكن غير مطمئن ما حكم صلاته؟ ذكرنا أنها لا تصح صلاته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته أن يعيد. جزاكم الله أن يعيد الصلاة نظرا لسرعته فيها. جزاكم الله خيرا.